اللهم عز الإسلام والمسلمين. اسمع صوت الأذان من جبال الأردن. الله على الأردن. اسمع 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 اسمع. الله أكبر على حق. الله أكبر. أبعد هذا الجمال جمال. أهلا بكم في المملكة الأردنية الهاشمية. حبيبي كيف البرد؟ برد قارس. كيف البرد؟ برد برد. لابسين متك. انت كيف جلدك؟ القرن السابع الميلادي احد القصور الأممية. تعالوا بدخلكم. هذا هو القصر وهذا هو بنيانه. ومن القرن السابع الميلادي لا زال الى يومنا هذا موجود في الاردن. تعال 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 ندخل. تخيلوا انتوا يعني لما كانوا يدخلوا للحاكم يدخلوا. هذا هو القصر. اسمع اسمع. الله 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 على المكان. الله مبارك. سمعنا شيء. الله. المملكة الأردنية الهاشمية عاصمتها عمان. عملتها الدينار الأردني يعادل ما يقارب 600 بيسة عماني. تعداد سكانها 11 مليون نسمة. فيها 12 محافظة. نظام الحكم ملكي وراثي. والعائلة المالكة هي العائلة الهاشمية. الملك الحالي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، زوجته الملكة رانيا. أهم مواقعها السياحية البتراء، أحد عجائب الدنيا السبع. بها عدد 5 مواقع تراث عالمي، منها وادي رم. بها المغطس، أحد مواقع الحج المسيحي. حدودهم من الشرق العراق، من الشمال سوريا، والغرب فلسطين، والجنوب المملكة العربية السعودية. درجة حرارة حاليا 5-6 درجات. وجبتهم الشهيرة المنسف. الجماعة طبعا ما عندهم بترول، عندهم سياحة. تخيل البتراء على سبيل المثال، السائح الأردني والخليجي يدفع دينار ما يعادل 600 بيسة، بينما السائح الأجنبي يدفع ما يقارب 50 دينار. فتخيل أنت إذا موقع سياحي يدخل في اليوم ما يقل عن 5000 سائح. إذا الأردن فيها سياحة، فيها علاج، فيها دراسة. الأردن بلد جميلة جدا، اللي ييها مرة بييها أكثر من مرة. قول هذا المريسي في الأردن محلى، كوتة يا بني يا الله يا محلى. هذا المريسي في الأردن محلى، كوتة يا بني يا الله يا محلى. الحمد لله على السلامة. حي الله حي الله بهل دار زايد. طول لي بعمرك، حاط صورتك عند الباب. هي ما كان عندي أنا كاش. وبعدين قلت لهم سمع يوم بيطلع هذا ربيعي بيدفع. هنو فهدنا رأى فرحة. برد برد بس تنفخ فينا. هذا احنا متوجهين الى منطقة اسمها السلط، وهذه هي جبال السلط على هذه الاجواء الممطرة الباردة الجميلة. الله على جمالك يا الاردن. وسط هذه الاجواء الممطرة الرائعة الحين بنتمشى وسط هذا السوق. اصحاب الخضرة الفاكهة. الله على المكان. الله على هذا السحر. فضيع المكان، فضيع يا جماعة. هذا السوق الداخلي. جميل انه المطر ينزل والماء يوادي وكل من الله اكبر. الحق وقت الصلاة الحين. باسطين فاكهتهم، ايش الفاكهة اللي تبوها، والخضرة اللي موجودة في هذا الموسم، موسم الشتاء. هذه كلها إنتاج محلي من مزارعهم هنا. الفواكه المحلية اللي عندهم الفراولة، الرمان، التفاح، الكاكا محلي، وأيضا برتقال سنتر. شو اسمه؟ برتقال، يعني مش له اسم ثاني. عندنا محل قطايف النابلسي ومزاج عالي ورايق، وحاط لك أغنية طلال مداح وتذبل. أهلا بالقطايف قطايف قطايف قطايف.
قطايف قطايف نابلسية. اهلا اهلا، قرب ولا قرب، قرب 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 وخبرك من القطايف وجهزة القطايف، قرب قرب ولا الحين بيجهز لنا القطايف. بايش تعملها؟ بالفستق والقشطة. يا جهزت 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 جهزت. الله 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 الله. صور رايك